مشيتي دير جيرفليكس يلاه مشي دابا يلاه تاع عادي باش يوصلوا حتى للرباط المدينه بالضبط المدينه القديمه. انا دابا في الدار يلاه حطيت داكشي اللي هنايا كانت بلاصتو يلاه قضيت الامور. الصراحه جا زوين هذا اللون هذا، درت لهم ديفيرون على الاخر اللي عندي في لي شومبر، ما درتش نفس اللون، جا زوين عطى واحد المنظر زوين مع ديك اللعيبه اللي صايبت البارح هنايا. داكشي جا غزاله نصور لكم. طيب هنايا الصالون كله جا بحال هكا، الجهه الاخرى خدمه ليا الطريقه ديال الباركي، ما درتش فيها البلينته بحال هادي اللي في الجنب غتطلع هادي، حيت الزليج عندي هذاك الزليج حرج ما جاتش فيه البلينته. انا نصور لكم شو وحده شو صافي. راه باقي الفيزيو ديال تما حيت باقي الباب غير محطوط مازال ما فيكسيناش. جات بحال هكا وانا جا بحال هكا ليا عرفتي متصور كاملين صافي. هنا عرفتي هاد المبل هذا ماشي بلاصتو فيك تما غيتحيدو ان شاء الله البيت. الكنيسة اللي كانت هنا هي رجعات بحال هكا. هاد لوكون جا بحال هكا صافي. الجيرفليكس راه جا في الدار كاملة من غير الكوزينة، الكوزينة مدرتوش ليها راكم عارفين مغطية وحاجة سخونة وغسلتي الحوايج، درتو في الدار كاملة بحال هكا. جو باقا روينة هادشي وجا ديفيرون على لي في البيوت. هانتوما هدا كلاغ مفتوح وهذا اللون ديالو مغلوق، شفتوا لا ديفيرونس ما بيناتهم. هنايا كيجيو كتجي هاد البلاصه هادي ميته يعني ما كتجيش فيها لا باغيطا لا والو، كيجيو مع بعضياتهم هكا. صراحه جو زوينين جو زوين خدمة المعلم الله يعطيه الصحة. هنايا خدمو على شكل الباركي، ما عندوش ديك البلينطا اللي قلتلكم، جا بحال الباركي. اي فوالا هاي مختي غيرنا الديكوراسيون، غيرت كلشي. برافو هاي قلت لكم هاي غيرت كلشي، درت هذيك لا طابلو باس اللي كنت هو على الصالون صدق ديرها هنا. هادوك لي سونطري هادو لي سيت دو طابلو باس درتهم هنا، فرقت بيهم حيت تحت من التلفازه عندي لي سباس بزاف بحال اللي كتشوفوا. الوغ هاد لو كوان هذا درتو دابا بحال هكا، غير كوان اللي غيشرب فيه الانسان كافي ولا شي كويز ديال اتاي ولا وصافي. بسم الله عليك بنتي الحمد لله وصافي. جا بحال هكا جا واحد الكوان اللي محيطق وزوين ومقاد، رومي جلسه روميه صغيوره فيا ما ندير داك التفريشه ديال ال، ولكن ما غتجينيش، ما بقاش عندي الصراحه مع صالون بلدي ولا سيجور بلدي. مالك سينيا كطل مع سيجور بلدي ولا شي حاجه ما بقاش عندي. السلام عليكم، كيف دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي مرحبا بكم اليوم فيديو جديد بلوك جديد احداث جديده في القناه في موبيتو. الرضا الرضا سينيا الرضا مامو جمعت لها شعرها الفوق. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم السيجور ديالي، غنشارك معكم التغييرات اللي كاينين، وغنشارك معكم شنو هما الحوايج اللي باقيين جايني دابا كومونديتهم ومازال ما وصلونيش. اي حاجه غنشاركها معكم بالاثمنه باش هكا يستافدوا البنات كاملين اللي كيقولوا لي عافاك راه تشاركي معنا كلشي بالاثمنه ديالو، باش حتى حنا لا بغينا نصايبو ولا لا بغينا نغيرو شي حاجه نعرفو بالاثمنه. نبداو خليكم معايا لا غنبدا معكم من الباب. عندي هنايا الباب ديال دخله الدار تما، ديك المكانه كانت عندي مشحال هادي خديتها ب 300 درهم من جوميا كنخداها عديل. هاد السيباراسيون هادي اللي سولوني عليها بزاف ديال البنات، هادي الخشب ديالها ما عرفتش شنو كيسميوه ديال الدولار شي حاجه بحال هكا، تصايبات تقريبا ب 1500 درهم، ولكن ديجا الخشب من بلاصه اخرى مشري من بلاصه اخرى. اما الا بغيتي تصايبيها كلها عند النجار كتقدر توصل حتى 3000 درهم صافي. هنايا
حاطه غير هاد المبخره هادي راهي حتى ما نشوفش شي ديكورات. راهني كومونديت واحد الديكورات ديال سترونج، راه حط لكم تصويرتهم هنايا. هادوك هما اللي عجبوني. هنايا كنت شاركت معكم هادي، خديتها ب 49 درهم من تيو بريكولاج. المرايات كانوا شاطوريه من الاخرين. هادي دوزات معايا تقريبا دابا شي 5 سنين اللي دوزات معايا. خديتها من السوق ديال انسكان بالضبط، قدامت مسكينه وما بغيتش نلوحها، حيت فيما كنبغي نخرج من الدار كنقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عاد كنخرج من الدار. بالنسبه للديكور ديال الدور راني دومونديت ليه واحد الطابلو اللي كيكون كوليس بحال هكا وزويون الديكور ديالو باش يتغطى هذاك العيب، ما بغيتش نرتلو العلاقه ديالو. بالنسبه للتلفازه راكم حضرتوا معايا لا فيديو ديال التصيده ديال عادل 55 التلفازه نمره 85. هاد لي مبل هذا، هاد لي مبل هذا اللي هز ليا بزاف ديال الحوايج الصراحه، انا نشاركو معكم شنو فيه. هاد لي مبل حاطه فيه كاع داكشي ديال وقت البرد، حاطه فيه هنايا حاطه فيه هنايا كوفر لي والمخدات ديالو ديال وقت البرد، حاطه واحد السيبوره ديال التلفازه اللي كانت عندي في بيت سيليا حيت غنصيفطها لواحد السيده صديقتي في اكادير، حاطه ليها هادشي ديال الميكاب هنايا وداك الباك ديال الفيتامين سي غنصيفطهم ليها، حاطه هنايا الكوف هادو المونطوات ديال وقت البرد، وتما داك الجيلي ديال سيليا ديال لابيسين حيت ما غتستعملوش غنصيفطو للبنيته ديال ديك السيده. فوالا هذا كيجي التوب ديالو اونتيطاش بحال جميع الحاجات اللي صايبت. خديتو بتقريبا 600 درهم باش صايبوا ليا السيد اللي فسله، صايبوا ليا بالعبار. ديك الساعه كنت باغا نديرو في بيت نعاس، ساعه ما بقاش جاني العبار ما بقاش جاني زعما البلان. هادو كنت خديتهم تقريبا بشي 30 درهم كنضم في مرجان الا بقيت كنعقل. المخده صايب ليا بزاف د المخدات، كل وحده محسوبه تقريبا ب 35 درهم. بالنسبه لهاد سيت دو طابلو باس، هاد جوج هادو خديتهم من بيم ب 330 درهم بجوج بيهم. الصراحه زوينين عمليين، متانو صحاح وعجبني الديكور ديالهم بحال هكا. بالنسبه لهادو كانوا عندي دابا تقريبا شي 3 سنين وهما عندي، كنت خديتهم من سلاب شي 350 درهم وباقيين زوينين هكا، غير كنمسحهم كيوليو كيبريو. بالنسبه لهادو كنت خديتهم، هادو ماشي الديكورات الاخير اللي غيبقاو هنايا غيتبدلوا كاملين، انا غير كنوريكم داكشي اللي حاطه حاليا. هادو كنت خديتهم من الرباط من دوك البازارات، كنت خديت المريشه بشي 30 درهم وهادو ب 20 درهم 20 درهم. هادي لا طابلو باس اللي خديت او ميم طون مع هادوك السيت دو طابلو باس اللي لهاد الشيء، هادي خديتها حتى هي ب 330 درهم بوحديتها، كتجي بحال هكا الرجيلات ديالها حتى هي صحيحه ومتينه. الديكور ديالها كيجي بحال الرخامه الكحله وفيها دوك العريقات في البيض، جات زوينه في هاد البلاصه هادي. هاد الفراقه هادي شوفوا حاطه عليها كافي كريم، شكون فيكم كيحماق على هاد الحلوه ديال الكافي كريم؟ كنتسطى عليها. هاد الفراقه هادي كنت خديتها من المحل ديال 100 درهم، خديتها ب 60 درهم في الشارع ديال المسيره جوج في تماره. بل هاد الكراسه هادي اللي هما بحال الكنابيات، هاي هاد الكراسه اللي هما بحال الكنابيات، هذا اخوه صايبهم عادل عند واحد السيد في كازا ب 650 درهم 13000 ريال. المخدات حتى هما صايبهم ليا السيد مع المخدات الاخرين، هادو طلعوا عليا ب 60 درهم الوحده بالعماره ديالهم كلشي اليوم. بالنسبه لهاد لا لومب هادي اللي غادي نوريها لكم شعله، خديتها ب 350 درهم، خديتها من سلا. وبالنسبه لهاد لي فوتو هادو راه صايبتهم لي واحد لاباج وصيفطتهم لي ديال بيك ارت اللي صايبهم ليا وصيفطهم ليا. بالنسبه لهادوك البولات اللي تمايا راني قلت لكم خديتهم ب 80 درهم، هادي وحدي. بالنسبه للزليج، الناس اللي غيسولوني على الزليج، فانا خديته ب 73 درهم المتر كاري، جا بحال هكا. واخا ماشي نوع الزليج اللي كنت باغا انا في الاول، راني قلت لكم انه ما لقيتش النوع اللي كنت باغا، وقعوا لي فيه بزاف ديال المشاكل. هنا لهاد لوكوان هذا، واخا هذا محسوب على الصالون، غادي نشرح لكم حيت كاين مشتريات من نفس الحاجات. هنايا هادو خديتهم ب 69 درهم من بهم حتى هما يا جاو فهاد لوكوان هذا زوينين بزاف بحال هكا. بالنسبة
بالنسبه للسقف ديال السيجور تيجي بحال هكا. انا ما بغيتش ندير القبس للدار نهائيا، انا غنوريكم شنو درت بالضبط بالنسبه للقبس. هذيك الروزه ديال القبس هذه باقا راه غتصبغ زعما بالقهوه، حتى هي شي حويجات فيها غيتصبغ بالقهوه باش تجي مع الطيم. هذيك خديتها ب 10 دراهم وصايبها لي المعلم، الخدمه ديال يديه صايب ليا كلشي، غنوريكم كاع داكشي لي صايب. الخدمه ديال يديه تقريبا طلعت ليا بشي 400 درهم. بما انه بديت كنوريكم غنوريكم القبس اللي درت في الصالون، محسوب حتى هو على السيجور تقريبا حيت بينه وبين الصالون. هنايا صايبت هذا القوس هذا، هاد اللعيبات هادو خديتهم ب 10 دراهم 10 دراهم، وخديت واحد هذيك سميتها واحد البلاكيطه هكا ديال القبس باش خدمهم ليا المعلم، جاوا بحال هكا. بالنسبه لهذه الايه هذه اللي في الصالون راه كانت عندي ديجا، غتكونوا شفتوها كانت عندي ديجا قبل ما نسكنوا هنايا، كنخداها عادي كنخداها تقريبا بشي 320 درهم. صايبت لها هذه فكره ديالي، صايبت لها هادو من القبس وصبغتهم. الطريقه ديال الصباغه راني غنوريها لكم، غنكون وريتها لكم في لا فيديو اللي قبل من هذه، اولا لا فيديو الجايه ان شاء الله غتشوفوا معايا الطريقه ديال هذه الصباغه هذه باش تجيها كام ديكوريا. انا اختاريت انني ندير ليها كادغ فحال هكا بالقبس وجات زوينه كيبان بحال الخشب. احبابي هادشي اللي عندي في السيجور حاليا، حيت ما مفرشاش الصالون، مازال ما فرشتش الصالون. اليوم قلت غادي نشارك معكم فيديو خفيف طريف اللي فيه غير السيجور وفيه اي حاجه محطوطه عندي هنايا في السيجور. بالنسبه للديكوراسيون كيف ما قلت لكم راني خديت بزاف ديال الديكورات، ان شاء الله غادي يوصلوني هادوك ديال بحال سترونج اللي فيهم لاغيان وفيهم لوغوا وفيهم لو شوفال، غادي يوصلوني ان شاء الله، هما اللي غادي يجيو هنايا. المهم على حسب، راه فين ما كتوصلني شي حاجه كنبقى نتشاور انا وعادل وكنصدقكم بتليل هاد الديكور. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتهلاو لي فراسكم ونهاركم مبروك احبابي.